من شويه سندس محمد سالت عن الشفايف، دلوقتي دنيا شافي بتسال على الرموش، بتقول لك ايه بقى؟ بتصبح عليكي بتقول لك انا رموشي بتقع بشكل ملفت جدا للنظر، بتقع كتير قوي ومش عارفه ايه السبب مع ان شعري ما بيقعش بنفس المعدل. ممكن يكون تساقط الرموش من احد اسباب نقص الفيتامينز والمينرالز زي البيوتين، مهم جدا للرموش، زي الزنك والنحاس. اي حاجه عندي بتتجدد لازم معاها زنك ونحاس. هو مش تساقط الشعر كمبدا، لازم يبقى متوزع بالعدل بس بين الرموش والحواجب والشعر. يعني اشمعنى في حاجات معينه هي اللي بتقع احيانا؟ بيبقى في مرض معين، مثلا مرض مناعي زي الثعلبه، بيخش يهاجم البصيلات بتاعه الرموش وتوقعها مثلا. ساعات بنات كتير بتستخدم مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه، وخدوا بالكم دي مشكلة كبيرة. ساعات البنات اللي بتركب رموش بالسنة، لا لازم بصيلات رمشي تتنفس اكسجين بالسنة. يعني ايه؟ لا يعني مش بالسنة، يعني مثلا تركبها 3 اسابيع وتروح تعمل ريفل. يعني هو مش دي حاجات بنات يمكن ما انا فاهم ده، بس ده فضول شخصي. انا فضول شخصي. أيوة. مش سؤال جاي من الناس ده. أيوة. ده فضول هو مش المفروض الحاجات دي بتتشال في ساعتها بعد الايفنت اللي انت حاضراه؟ لا لا مش لا لا بيفضلوا ثابتين، بيبقى حاجات ثابته. ما عنديش مشكله في ده، بس ما تحطيهاش بالاسابيع. هتحطيها بالاسابيع، سيبي سبيس اسبوع. أوكي. خلي رموشك تتنفس، لان البنات ايه لما خلاص اتعودوا على شكلهم هم عندهم رموش. اوكي. فلما بتيجي تشيلها تحس ان وشها ما بيجيلهاش قلب يعني. أيوة. فبتشيل وتركب تشيل. فخلوا بالكم البصيلات نفسها محتاجه اكسجين. هي تقدر تستخدم قلب مالتي فيت على فكره. أوكي. داعم جدا جدا للشعر والرموش. قلب مالتي فيت هتستخدمه مره واحده في اليوم بعد الفطار، هتلاقي تحسن في الرموش في خلال 3 اسابيع. اهم حاجه التكرار. يعني اهم حاجه ان انا ما استخدمش قلب مالتي فيت مره في الاسبوع. اولا سعره حلو جدا، انا مش محتاجه احوشه خالص. أوكي. العلبه هتكفي، كنت هقول لك هتكفي سنه، هتكفي شهر. اوكي. طبعا 30 كبسوله اهي. 30 كبسوله. طبعا قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ده يديني امان لكل الساده المشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا عليا من الستات، عشان بتكلم على رموش دلوقتي. وتقدر تاخده من الصيدليه، يعني لو عايزه تعمل اوردر تقدر تاخده من الصيدليه. احنا عندنا ارقام الشركه للاستفسار، ولو عايزه تسال عن حاجه زياده عن قلب مالتي فيت.